نشرة إخبارية من يو تي في ونتابع فيها. غارة إسرائيلية الرابعة خلال أسبوع تستهدف قيادات بحزب الله في الضاحية. جيش الاحتلال يعلن مناورات تحاكي اجتياح الجنوب اللبناني، والحزب يستمر بقصف الشريط الحدودي وعمق الأراضي المحتلة. عقب مناقشات مكثفة في نيويورك، بيان أمريكي أوروبي عربي يدعو لوقف إطلاق النار مدة 3 أسابيع، والأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تحويل لبنان إلى غزة والانزلاق بحرب شاملة. استهدفت غارة إسرائيلية قياديا من حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفاد به مصدر مقرب من الحزب. وقال المصدر لوكالة فرانس بريس إن غارة إسرائيلية استهدفت القيادي في هجوم هو الرابع من نوعه في تلك المنطقة خلال أسبوع. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ما وصفها بالضربات الدقيقة في العاصمة اللبنانية. وفي وقت لاحق أفاد مصدران أمنيان لرويترز بأن الغارة على الضاحية الجنوبية أودت بحياة محمد سرور قائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله. وفي ظل اتساع دائرة الحرب بين إسرائيل ولبنان، قدمت الولايات المتحدة وفرنسا بدعم من دول عربية، قدموا مقترحا لوقف إطلاق النار مدة 21 يوما في محاولة لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في الشرق الأوسط، لكن المقترح قوبل بالرفض من إسرائيل ولبنان مع استمرار القصف المتبادل. مقترح لوقف إطلاق النار مدة 21 يوما يوضع على طاولة إسرائيل ولبنان، لكنه قوبل بالرفض من كليهما. فمع نفي مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي توقيع الاتفاق الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا ودعمته دول عربية، تعلن خارجية الاحتلال بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأن الجيش مستمر في قتال حزب الله حتى عودة سكان الشمال. في الأثناء لم تهدأ الأوضاع هنا، فالقصف المتبادل مستمر بين الطرفين، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه بغارة جوية نحو 75 هدفا لحزب الله جنوب لبنان، تشمل مستودعات أسلحة ومنصات صواريخ، إلى جانب استهداف قيادي بارز في الضاحية. فيما قالت الجماعة اللبنانية إنها قصفت مجمعات صناعات عسكرية شمالية مدينة حيفا. قتال دائر بلا هوادة أثار قلق دول العالم، التي دفعها احتدام الحرب بين إسرائيل وحزب الله إلى الإسراع بتحديث خطط الطوارئ لعمليات الإجلاء من المنطقة. ومن المرجح أن تكون قبرص عضو الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى الشرق الأوسط مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وفيما أعلنت تركيا إجراءها استعدادات لإجلاء محتمل لمواطنيها وأجانب من لبنان، أعدت أستراليا خطط طوارئ قد تشمل الإجلاء بحراً، خطط أعلنت كندا التعاون فيها لإجلاء رعاياها هي الأخرى. أما بريطانيا التي دعت رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً، فنقلت نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها في المنطقة، وكذا فعلت الولايات المتحدة. بالتوازي وعلى الطرف الآخر من العالم، يجتمع قادة الدول في مجلس الأمن معربين عن قلقهم من التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط، إذ لم تكد تخلو كلمة من الكلمات التي ألقيت من التركيز على مسعى التوصل إلى وقف إطلاق النار في منطقة تزداد سخونة يوما بعد آخر. تزامن ذلك مع إعلان فصائل مسلحة عراقية قصفها لإسرائيل وعزمها زيادة حجم العمليات ضدها. وكان مجلس الأمن الدولي عقد فجر اليوم جلسة طارئة بدعوة من فرنسا لبحث الأوضاع في لبنان على ضوء العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 500 مدني بينهم نساء وأطفال. وخلال الجلسة الطارئة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن نحو 200,000 شخص هجروا داخليا في لبنان وفقدت عديد من الأرواح، مؤكدا وجوب تجنب تحويل لبنان إلى غزة.
وأشار غوتيريش إلى أن قوات حفظ السلام الأممية في لبنان ما تزال في مواقعها رغم الظروف الخطيرة، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب حرب شاملة بأي ثمن، لأنها إن حدثت ستكون كارثة شاملة. في سياق متصل، قال مصدران أمنيان سوريان لوكالة فرانس بريس أن أكثر من 22 ألف شخص معظمهم سوريون عبروا الحدود من لبنان منذ مطلع الأسبوع الحالي على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة. وذكر المصدران أن أكثر من 6000 لبناني ونحو 15 ألف سوري عبروا معبر جديدة يبوس بشكل طارئ منذ 3 أيام. في الأثناء أعلن مصدر أمني آخر أن نحو 1000 لبناني وحوالي 500 سوري دخلوا عبر معبر جوسي الحدود إلى سوريا منذ الاثنين. بحث رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتائج اجتماعات اللجان المشكلة لتنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة بين العراق وتركيا. وأكد السوداني خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد أهمية العمل والتنسيق المشترك بشأن مشروع طريق التنمية، مشيرا إلى متابعته لمخرجات الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة وحل الأوضاع بالحدود المشتركة وعدم السماح باتخاذ الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد أي من دول الجوار. من جانبه أعرب الرئيس التركي عن دعم بلاده لتنمية الشراكة الاقتصادية مع العراق ومكافحة الإرهاب والإسهام في مشاريع طريق التنمية وفرص التعاون في مجال الطاقة، كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والمخاطر التي تهددها بسبب مواصلة الكيان الصهيوني جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة وعدوانه على لبنان. مضى عام لكن الأحزان ما تزال في الحمدانية، ذكرى الفاجعة تمر على الأهالي هناك مذكرة بأكثر من 200 ضحية ذهبوا إلى عرس لكنهم عادوا إلى المقبرة. في آن واحد تقرع أجراس الكنائس في نينوى إذانا بالحداد. عام انقضى على واحدة من أكبر الكوارث التي حلت بالمدينة، فاجعة عرس الحمدانية التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص بين قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال. المتسببين على ذمة العدالة، وبالنسبة لحقوق الشهداء كتاب إجا من السيد رئيس الوزراء، ولحد الآن يعني تنفيذ ماكو. حقوق الشهداء بعد لحد الآن معلقة، يعني ما أقول لك منكوبة، وإنما حياة هادئة حزينة، لأن ماكو بيت ما راح له واحد أو اثنين وكلها عمك خالك. هنا في قضاء الحمدانية حيث الفاجعة المؤلمة، يقف المواطنون من ذوي وأقرباء الضحايا وبعض الناجين يتلون الصلوات حدادا على أرواح من فقدوا. ذكرى أليمة كلش، يعني أشق لك العالم كله مدمرة وخوف. نحن من جماعتنا 12 نفر، بيت خالتي نمحو، حركة النزوح ناس كثير تهجرت، يعني بوقتها فوق 500 عائلة طلعت، 400 عائلة طلعت. يعني عام انقضى ولا تزال البواكي والأحزان شاخصة في أذهان الأهالي وفي كل دار وزقاق، على أمل إنصاف الأبرياء وإعطاء حقوق الضحايا والقصاص ممن تسبب في الفاجعة. لا شيء سوى الحزن والنحيب والبكاء يعين مسيحيي نينوى على تحمل فاجعة العرس الأليمة، إذ لم ينصفهم أحد سوى وقفات تضامنية شعبية وبيانات نددت بالحادث ليس إلا. من قضاء الحمدانية محمد سالم، UTV. إذن عام على فاجعة الحمدانية، حزن وحداد على أرواح الضحايا ودعوات لفرض رقابة على المباني المشيدة لتطبيق مواصفات السلامة والأمان كي لا تتكرر المأساة.
في ليلة 26 أيلول قبل عام اندلع حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، أودى بحياة أكثر من 120 شخصا من الحاضرين جراء اشتعال النيران داخل القاعة المشيدة من مادة الساندويتش بانل السريعة الاشتعال. الحادثة حولت الفرحة إلى حداد امتد من سهل نينوى إلى نواحي وربوع البلاد، حيث توشحت المدن بالسواد، وأعلن العراقيون تضامنهم مع ضحايا الفاجعة من أهالي بغداد، وأعلن الحداد وإلغاء الاحتفالات الدينية والرسمية في عموم البلاد. بعد أيام من التحقيقات في الحادث المأساوي، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال عدد من أصحاب العلاقة بالقاعة والتي شهدت الحريق، بينهم مالكها، بينما أكدت شروع مفارز أمنية بحملة للكشف عن المباني المخالفة لضوابط السلامة لمنع تكرار ما حدث في الحمدانية وغيرها. فاجعة الحمدانية ليست الأولى من نوعها، بل هي حلقة ضمن مسلسل حرائق كبرى طالت عدة مدن تشهد مختلف مدن البلاد وبشكل متكرر مثل هذه الحوادث منذ سنوات لأسباب تتعلق بإهمال ضوابط الأمن والسلامة وغياب معاييرها في الأمنية المشيدة وسيطرة متنفذين على هذه المشاريع. قاعة الهيثم في الحمدانية التي التهمها الحريق مثلها مثل كثير من الأبنية الموجودة في الدوائر والمستشفيات وحتى المدارس لم تصمم بحسب قواعد البناء والهندسة الصحيحة في مجال طرق الإنقاذ والتكييف، إضافة لكونها مؤثثة بمواد بناء وألواح بلاستيكية منخفضة التكاليف لكنها سريعة الاشتعال وتتداعى خلال دقائق إذا اندلعت النيران. التعاطي والإتجار بالمخدرات يمثلان خطرا حقيقيا يهدد المجتمع. أرقام وإحصائيات جديدة تعكس حجم انتشار هذه الآفة المميتة رغم محاولات المؤسسات الأمنية لمحاربتها. خلال هذا العام فقط ضبطت الجهات المعنية في مكافحة المخدرات كميات من الحبوب والمواد المخدرة والتي تجاوزت 3 أطنان، والحرب لا تزال مستمرة في بلد يعد مستوردا للمخدرات من جهات مختلفة. خلال عام 2024 نفذ رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية عمليات أمنية استباقية أسفرت عن ضبط ما يقارب 3 طن و250 كيلوغرام من مختلف المواد المخدرة. المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى الموقر أصدرت أحكام قضائية خلال عامي 2023-2024 بحق 143 مجرم بالإعدام وفق أحكام المادة 27 وبحق 565 مجرم بالسجن المؤبد. وسط هذه الحرب التي تخوضها الجهات الأمنية لمكافحة المخدرات، لا يزال تعديل قانون المخدرات خارج حسابات السلطة التشريعية. اليوم خلينا عقوبة الإعدام حصرا إلى التجار الدوليين وإلى المصنعين وإلى الزارعين، وعقوبة الإعدام أو المؤبد للجرائم الأخرى حسب نوعية المادة وكميتها بالنسبة للمواد المخدرة. أيضا المحور الإداري هو رفعنا من مستوى المديرية وكالة المخدرات إلى وكالة، لتعرف اليوم جنابك هذه جريمة عابرة للحدود. التعديل على قانون المخدرات سيستحدث صندوقا لدعم مكافحة المخدرات من خلال مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من تجار المواد المحظورة دوليا وتحويل أموالهم لدعم الحرب ضد آفة المخدرات. لا يتجاوز عدد المصحات الخاصة بعلاج مدمني المخدرات في بغداد 5 مراكز، عدد لا يتناسب مع حجم المتعاطين وانتشار ظاهرة فتكت وتفتك بمصير ضحاياها. من بغداد، أحمد مؤيد، يو تي في. بتقرير أحمد مؤيد، هنا النشرة الإخبارية. شكرا لكم وإلى اللقاء.